ربع قشطه بالبسبوسه وخلاص. ده انا بعشقك. معلش في المانيا فدي فتره من حياتنا قضيناها في المانيا، وبعدين رجع مات على طول. يعني كان مات صغير عنده 42 سنه، وامي كانت وقتها عندها 32 سنه، فقفلت علينا احنا الثلاث بنات 14 9 6. بس أسرة واحدة، رسالة شريهة لإسعاد يونس بعد وعكتها الصحية. الوسط الفني المصري يدعم إسعاد يونس لتجاوز محنتها الصحية. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أسرة واحدة، رسالة شريهان لإسعاد يونس بعد وعكتها الصحية. صداقة النجمتين شريهان وإسعاد يونس من القصص المثيرة في عالم الفن، حيث بدأت بصداقة ثم توترت علاقتهما فترة وقت زواج شريهان من نفس زوج إسعاد، ثم صفحة جديدة يملأها الحب الدائم. فمنذ أصبحتا ضرتين لبعضهما البعض، وخاصة بعد إصابة شريهان بالمرض الخبيث، تحولت علاقتها لإخوة وصداقة دائمة. آخر فصول هذه العلاقة الجميلة بعد إصابة إسعاد يونس بعد سقوطها على سلم منزلها وإجرائها لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، نشرت شريهان صورة لإسعاد يونس دعما لها عبر حسابها على تويتر معلقة: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. وفي كل مناسبة تحرص شريهان وإسعاد على الظهور سويا وتبادل تعبيرات الحب والمودة والعلاقة الطيبة التي تجمع ضرتين ببعضهما البعض. الوسط الفني المصري يدعم إسعاد يونس لتجاوز محنتها الصحية. حرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على دعم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية عاجلة الأربعاء عقب سقوطها من على سلم منزلها. وطلب فنانون وفنانات منهم ليلى علوي وصبا مبارك وليلى عز العرب وسلمى صباحي وشيكو ومحمد ثروت وبدرية طلبة وهايدي موسى ومنال سلامة وهند عاكف جمهور السوشيال ميديا بالدعاء لها بسرعة الشفاء. وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس الأربعاء عن إجراء مقدمة برنامج صاحبة السعادة عملية جراحية لتغيير مفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوط على درج منزلها. وأوضحت الصفحة أن الأمر استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة. وكشف الدكتور عمر سليمان أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة إسعاد يونس تفاصيل حالتها الصحية، قائلا في تصريحات تلفزيونية إن الفنانة المصرية وصلت للمستشفى وهي تعاني من ألم في الفخذ قبل أن تبين الأشعة وجود كسر في عظمة الفخذ، حيث تم عمل تغيير كل لمفصل الفخذ الأيمن، موضحا أن موعد خروجها من المستشفى سيتوقف على درجة تعافيها والعلاج الطبي. إسعاد يونس غضبت من شريهان بعد أن تزوجت زوجها وواجهت اتهامات مفاجئة شككت بوطنيتها. تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس لإصابة أدخلتها المستشفى لإجراء عملية جراحية وصفت بالخطيرة، وتصدرت الفنانة الشهيرة ترند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب خضوعها لعملية تغيير المفصل كامل في منطقة الحوض داخل أحد المستشفيات المصرية بعد سقوطها من على سلم في منزلها وفقا لصدى البلد. وأجرت العملية بشكل عاجل لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض إثر سقوط إسعاد يونس. من جانبه أشار الدكتور عمر سليمان إلى أن الحالة النفسية لإسعاد يونس جيدة ولا تعاني من أي خلل في الوظائف الأخرى. وأضاف خلال مداخلة له عبر إحدى القنوات التلفزيونية: إسعاد يونس وصلت إلى المستشفى تعاني آلاما في الفخذ بعد وقوعها، وتبين أنها أصيبت بكسر في عظام الحوض وتم تغيير مفصل الفخذ الأيمن، فالحمد لله حالتها الصحية جيدة. أخبار الفن: عملية جراحية عاجلة لإسعاد يونس ومفاجأة في فيديو. خضعت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن بمنطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها. وتحتفل اليوم الفنانة شريهان بعيد ميلادها 58
وتعتبر شريهان أيقونة كبيرة من أيقونات الفن وكما يسميها البعض دلوعة الوسط الفنية. ونجحت شريهان أن تحفر اسمها من ذهب في السينما والدراما وتنفرد بأسلوب وطريقة تختلف عن كل الفنانين لتبقى في الصدارة على الرغم من تركها المجال الفني لفترة طويلة. كما تعرف شريهان برمز البهجة والحيوية والنشاط، وعلى الرغم من ذلك واجهت شيرين العديد من الصعوبات على مدار حياتها، ولكن مرضها فقط هو المشكلة الوحيدة في حياتها، بل تعرضت شريهان لمواقف صعبة كونت شخصيتها الجريئة والقوية. ومن ضمن هذه المواقف خلافها مع الفنان سعد يونس، والذي بدأ مبكرا حيث واجهت حربا مع الفنان سعد يونس، وذلك بسبب زوجها من زوجه سعد يونس. إسعاد يونس غضبت من شريهان بعد أن تزوجت زوجها وواجهت اتهامات مفاجئة شككت بوطنيتها. تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس لإصابة أدخلتها المستشفى لإجراء عملية جراحية وصفت بالخطيرة، وتصدرت الفنانة الشهيرة ترند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب خضوعها لعملية تغيير المفصل كامل في منطقة الحوض داخل أحد المستشفيات المصرية بعد سقوطها من على سلم في منزلها وفقا لصدى البلد. وأجرت العملية بشكل عاجل لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض إثر سقوط سعد يونس. من جانبه أشار الدكتور عمر سليمان إلى أن الحالة النفسية لسعد يونس جيدة ولا تعاني من أي خلل في الوظائف الأخرى، وأضاف خلال مداخلة له عبر إحدى القنوات التلفزيونية: سعد يونس وصلت إلى المستشفى تعاني آلاما في الفخذ بعد وقوعها، وتبين أنها أصيبت بكسر في عظام الحوض وتم تغيير مفصل الفخذ الأيمن، والحمد لله حالتها الصحية جيدة. أخبار الفن: عملية جراحية عاجلة لسعد يونس ومفاجأة في فيديو. خضعت الفنانة الإعلامية سعد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن بمنطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها. وتحتفل اليوم الفنانة شريهان بعيد ميلادها 58، وتعتبر شريهان أيقونة كبيرة من أيقونات الفن وكما يسميها البعض دلوعة الوسط الفنية. ونجحت شريهان أن تحفر اسمها من ذهب في السينما والدراما وتنفرد بأسلوب وطريقة تختلف عن كل الفنانين لتبقى في الصدارة على الرغم من تركها المجال الفني لفترة طويلة. كما تعرف شريهان برمز البهجة والحيوية والنشاط. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب مرض الفنانة سعد يونس؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات، لا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.